أخبار اليوم. هذا عربات النقل في المحل والله لو تعرض على اسعى المستوى وهشتكك واوديكم في ده، والله لو اوديكم في ده. هذا الزباله بتترمي في البحر من النيل اللي بنشرب منه اهي. ومين اللي قال لك الجواري مين؟ مين اللي قال لك ارمي؟ الكهرباء ايه زي اللي احنا ايه؟ هو انت تجيب زباله وترمي في البحر وترمي علينا الدبان والزباله في وشينا على طول؟ ودي منظر ده؟ والمصحف ليش تكيه؟ عمود كهرباء يا ابو عمود كهرباء. هما انت تحكي لي الجماعه دول ليه يا معاذ؟ ارميها لك. مين المسؤول على البتاع دي؟ والله لاشتكوكو اعلى مستوى. خرف قلب الميه، خرف قلب الميه، وجايب لنا مسحين لدني للمينا الدبان ولمينا خرف. الريحه واصله لحد البيت. هذا الزباله اللي بترمي في الميه.